باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آية جميلة جدا يقول لك ليميل بقلوبنا إليه لكي نسير في كل طرقه ونحفظ وصاياه. ده إيه ده بقى يا رب؟ أنت اللي هتدخل جوه قلبي وتميله ناحيتك. ده مثلك دفة السفينة. يعني أنا مش عارف أميل قلبي ناحيتك، وكل ما أجي أحاول ضعيف مش عارف، وأشياء كثيرة جدا بتجذبني بعيد عنك. حتى صدقني يا رب يسوع اهتمامات الخدمة نفسها، وقد يكون حتى الأعمال الروحية بتميلني بعيد عنك. بنشغل بأمور كثيرة ترتبط بيك لكنها لا تربطني بيك. حتى درس الكتاب أحيانا بيميلني بعيد عنك، لأن أنا انشغلت بالنص وبالآية وبالإعراب وبالتفسير وبالخلفية التاريخية والخلفية الجغرافية ونسيتك. أنت يا رب جميل تدخل جوه قلبي وتميل به ناحيتك وتقولي تعال عشان تمشي في طريق الصحيح. أنت يا رب إله جميل لأنك بتميل بقلبي إليك، ولأن أنت تعرف أن قلبي مش هيستريح إلا فيك، لأنك أنت خلقتنا ليك. ليميل بقلوبنا إليه لكي نسلك في كل طرقه ونحفظ وصاياه. عندما نسلك في كل طرقك فإننا نسير في النور ونسلك في الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية، ونسلك في الطريق اللي فيه خير، فيه حب، فيه سلام، فيه خدمة للآخرين. يا رب يسوع لو البشر كلهم مشوا في طريقك كان يبقى الأرض بقت سما، ويبقى مفيش حد بيأذي حد، ولا حد بيعادي، ولا حد بيقتل، ولا حد بينصب، ولا حد بيفتري، ولا حد بيخون، ويعيش الناس في أمان وسلام، لأن طريقك كله أمان وسلام. وصيتك نور والشريعة بتاعتك مصباح. أعطينا يا رب يسوع المسيح أن نستنير بطريقك ووصيتك وشريعتك وأحكامك. وإذا لقيت قلوبنا يا رب بتميل بعيدا عن وصاياك بتأثير العالم أو الناس أو الضعف البشري أو محاربات الشيطان، فوحدك قادر يا رب يسوع أن تميل بقلوبنا إلى شخصك الإلهي الجميل.